دنيا جديدة مسلسل رمضان 2015، دور جديد عليا خالص ما عملتوش قبل كده، مدرسة عربي ودين، فحبيت ان انا اعمل شخصية زي دي لاني ما عملتهاش قبل كده. يعني معايا طبعا النجم الكبير حسن يوسف، والنجم الكبير احمد بدير، محمد نجاتي، سامح السريتي، نرهان، نرمين ماهر، عن طريق ميس ايجيبت. كان خالد جلال شافني فيها، كنت انا طالعه فيها فيرست رانر اب، وشافني خالد جلال المخرج المسرحي، وعرض عليا مسرحيه تبع مركز الابداع الفني، وتعرضت على مسرح السلام. هو كان عايز فيجر كده بيدكت يعني، وهي كانت البنت الوحيده في المسرحيه. فانا حبيت التمثيل من زمان يعني، من ايام ما كنت في المدرسه وعندنا مسرح المدرسه وكده. طبعا الجامعه ما كانش فيها مسرح، انا كنت في كليه سياحه فنادق، ما كانش فيه مسرح عندنا. فقلت اوكي يعني ادخل واعمل التجربه، ولو نجحت، انت عارفه المسرح صعب قد ايه، فلو نجحت هكمل، ما نجحتش خلاص، لكن ما فيش حاجه حصلت يعني. انا عملت المسرحيه، جات لي منها مسلسل اسمه ملك فاروق، وجالي منها فيلم اسمه كامب، وجالي سيت كوم برضه عملته، يعني ثلاث دول جولي مع بعض في نفس الوقت، وكنت بعمل المسرحيه يعني، جم اتفرجوا عليا في المسرحيه وخدوني منها. سيت كوم برضه كان عرب سكرين انتاجه، وكان معايا طارق عبد العزيز، كان سيت كوم صغير كده، واشتغلت الثلاثه ومنهم جولي شغل تاني يعني. في بنات ومستفيدات برضه عملتها بعديهم بشويه، وعملت بقى بعد كده مسلسلات بقى زي هانم بنت باشا، واخت تريز، وموعد مع الوحوش مع الله يرحمه خالد صالح، وعملت فيلم برضو اسمه المركب مع استاذ عثمان ابو لبن يعني. وبعد كده بقى حاجات تانية يعني. انا اتولدت مع بره مصر، اتولدت في السعوديه، بس عشت وانا صغيره، بس ما افتكرش قوي يعني، لكن وانا كبيره عشت هنا في مصر يعني. لا، لان انا كنت بدرس هنا يعني، حتى ما درستش بره يعني. ف لا، انا هنا مصر، مصر ثم مصر. عملتش حاجات كتير يعني، نفسي اعمل فلاحه جدا، نفسي اعمل الشعبيه جدا، نفسي اعمل مدمنه، نفسي اعمل واحده عندها حاله نفسيه مثلا، كان في صنف الشخصيه، نفسي اعمل التركيبات الصعبه يعني، نفسي احمد السقا جدا، نفسي كريم عبد العزيز، نفسي عادل امام طبعا نجم كبير، محمود عبد العزيز نجم كبير برضه يعني، يحيى الفخراني، كتير يعني. ما هو انا نفسي اعمل كل ده، بس نفسي اهتم بالبيبي برضه يعني، عارفه تحسي انت عندك طموحات كتيره نفسك تحققيها، ف مش عارفه يعني، احاول ان انا اظبط الوقت. انا يعني مثلا السنه دي انا كان عندي مسلسلين، اعتذرت عن واحد علشان اعمل واحد بس، عشان ما بقاش 24 ساعه في الشارع زي ما بيقولوا يعني. ف بس كان لسه صغير، بعد كده تقريبا بقى لما ادخل مدرسه وكده هيبقى عندي وقت اكتر يعني. طبعا المسرح حاجة حلوة جدا، أنا كنت هشتغل مسرحية تانية كانت قبل الثورة بس وقفت، كانت مع دكتور أشرف زكي، وكان إخراجه كان أحمد عز ومنى شلبي، وعملنا كذا بروفة بس ما كملتش يعني. أنا عندي مش منع مسرح، بس نفسي المسرح تبقى حاجة حلوة، رواية كويسة مصروف عليها كويس علشان الناس تشوفها، لأن برضه المسرح في مصر يعني مش شغال أوي، مش زي يعني أنا شفت المسرح في أمريكا وإنجلترا، حاجة تانية خالص. موضوع تاني، فأنا نفسي حاجة كده أعملها، بس طبعا إبهار فظيع وصرف فظيع هناك يعني. فيها رحت مرة كانت قبل الثورة، واتفرجت في برودواي على مسرحية واحدة اللي كاترين زيتا جونز، وواحدة تانية كانت اسمها ممفيس، بس مش ناس مشهورة يعني، بس حاجة فظيعة يعني. في إنجلترا شفت لاين كينج، وشفت ويكيد. لا، في حاجة تانية يعني، تحس إنك بتتفرج على فيلم مش على مسرحية يعني. ديكورات وإضاءة وتمثيل وغنى يعني، تحتاج إمكانيات كاملة. إدوارد صديق يعني عزيز عليا جدا، من الناس اللي بحترمهم وبحب آخد رأيهم كتير، حورية من البنات يعني، بنتكلم، وصديقة برضه يعني بحب أستفيد منها، لأن هي برضه عملت شوية حاجات حلوة أوي ونجاحات فظيعة في الآخر. يعني هم دول يعني، ما عنديش صداقات قوي يعني. لا بص، هو طبعا يعني انا مش ببص لها من الناحيه دي، انا ببص لها مثلا، انا دايما لما باخد خطوه في حياتي بحب ابص قوي قدام قوي، ممكن قدام 10 سنين، ممكن قدام 20 سنه كده يعني، مش ببص تحت رجلي قوي. فالخطوه دي انا خدتها لان مثلا لو انا عايزه ابني يكمل بره دراسه في الجامعه او كده،
فلما يبقى سيتيزن امريكاني طبعا المصاريف هتختلف تماما، وطريقه الدفع المصاريف كمان مختلفه، لان هم بيدوا تسهيلات فظيعه كله باي كريدت. فلو هو حاب يدرس بره هو هيدرس ويخلص دراسته، ولما يبقى يشتغل ان شاء الله يعني هيدفع من المرتب بتاعه القسط بتاع الكليه بتاعته. فانا بصيت لها كده، لو حاب يدرس بره لا قدر الله برضه التأمين الصحي، إن السيتيزنز عندهم تأمين صحي لحد الهاي سكول ببلاش، فلا قدر الله لا قدر الله أي حاجة احتاج أي حاجة صفره يعني. أنا ببص الحاجات الإيمرجنسي أوي يعني، فأنا بصيت لها كده، مش بصيت لها إن هي أمان أو مش أمان، لا يعني هما دول كانوا التارجت اللي أنا يعني كان قدام عيني يعني. أصل هو الفنان في الآخر مواطن، هو مواطن مصري، مواطن من حقه ان هو يعبر عن رأيه في اي موقف او اي قضية سياسية. انا مش ضد ده، لانه في كل العالم كده، انت لو عندك موقف سياسي عايز تعبر عنه قوله، عندك اتجاه سياسي عايز تقوله تقوله، ما عندكش وعايز تبقى نورمال براحتك، عندك ومش عايز تظهره برضو براحتك، في ناس بتخاف. لا انا شايفه ان دي حريه شخصيه وعادي، اصل هو في الاخر مواطن ومن حقه يعبر عن رايه اذا كان يحب ان هو يعبر عن رايه يعني. لا يعني انا ما اعرفش هو ده تقارب من السلطه، انا ما اقدرش ادخل في نيه الشخص اللي هو بيعمل كده، ممكن يكون واخدها كده، ممكن يكون فعلا بيحب الرئيس وعايز يسنده في حاجه زي كده. يعني كل واحد ليه نيته اقصد يعني، بس انت لو انت عايز تمتنع هتمتنع، لو انت عايز تعبر تعبر، انت في النهايه مواطن من حقك تقول اللي انت عايز تقوله يعني، مش فارقه خالص يعني. انا ما عملت كامب كان رعب، ماركت كان ساسبنس، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله في نوع الفيلم اللي هيجيلي ابدا يعني، رعب اوكي، رومانسي اوكي، اي حاجه شعبي يا ريت كده. الشعبي ده ما بتحطش فيه خالص، مش عارفه ليه. لو حاجه معموله كويس يعني، لو حاجه في مخرج كويس، في ورق كويس، عشان ما يبقاش شكلي، لان انا يعني محتاج، ان انا هشتغل شعبي محتاج اذاكر كويس وعلشان يطلع حاجه حلوه يعني. فما عنديش مشكله، انا مش رافضه اي نوع من انواع الافلام يعني. نفسي قوي في شخصيه سعاد حسني في باقي الحمام يعني، انا نفسي اعمل حاجه كده فيها شخصيتين عكس بعض، بتبين قوي قوه الممثل يعني. طبعا هحتاج ان انا اذاكرها طبعا علشان تطلع متصدقه يعني.